بإيمان أعلى مراتبه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. فما بين قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق كل معارك الإيمان والإسلام. ليفهم المتأمل لهذا الدين أن هذا الدين جاء ليضبط المعاملة بين الحق والخلق، مش بس الجامع والصلاة ما بينك وبين الله، لا، ما بينك وبين الكون، وما بينك وبين المكون. أعلاه قول لا إله إلا الله، وما يعود بي عليك من أنوار لابد أن تواجه بها ذلك العالم في إماطة الأذى عن الطريق. وإلا كيف نفهم مدح الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم؟ لما الله سبحانه وتعالى يحب يمدح نبيه وينعت بالنعوت التي تحترم بين العوالم، ما وصفه بنور ولا بشيء أعظم من كونه نور على منبر الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الأخلاق كلها منبر، فوقها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت، أساس البعثة الإسلامية، أساس دين الإسلام، لأتمم مكارم الأخلاق.